يو السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوغ ديزل. Aujourd'hui on va se rendre dans un supermarché français et voir avec 10 euros qu'est-ce qu'on peut acheter. On va vous mettre l'équivalent en dinars. صح هناك شيء لازم تعرفوه خوتي هنا في فرنسا. السوبرات منقسمين الى ثلاثه اقسام. هناك قسم للطبقه العامه مثل ليدل بار اكزومبل تلقاو لي بري فيها رخصين. هناك طبقه هناك فئه الطبقة المتوسطة مثل كازينو ولا انتر مارشي. هناك طبقة الناس يعني الذين لبس بهم وهناك سوبر مارشي غالي شوية. وبدون إطالة الفيديو let's go. حاجة نشري خوتي هو البنان بس كنا حاب ناكله صباح ويدير 1.99 للكيلو. وثاني حاجة خوتي وهي حاجة يعني اسونسيال في الدار البطاطا اللي دير 1.49 للكيلو. دوكا خوتي نوري لكم لي بري لي سيروي بار اكزومبل. عندكم الكيلو تاع العنب يدير 1.45 وعندكم البطيخ ما القبيلية نعيطو له افكوس يدير 2.89 الحبة الوحدة. هنا خوتي راكم في الريون تاع الخضر والفواكه بار اكزومبل هنا طوماطيش تاع فرنسا دير 3.99 يعني غالية شوية هادي بصح تبان لا كاليتي مليحة. و واش تاني عندكم خوتي كاين هادو طوماط سوريس لي دير 2 طوماط سوريس شحال دير 2.99 للكيلو خوتي بزاف الكور يعني يحبوا لي طوماط شيريز. عندكم فلفل يدير 3.89 الكورجيطا دير 3.89 يعني محسولة سليمان بري خاطر. وشلاط اخوتي دير 1.69 الحبة الوحدة. ودوكا اخوتي راح نشري الياورت دير ياورت ناتور. عندك شحال حبة؟ 1، 2، 3، 4 عندك 8 حبة ب 1.96 صافا رخصة. فوالا زدنا خوتي ديت هذا ديسير ايميلي قالت لي حبيت نسيها بالبيستاش يدير 1.75. regarde mon cœur il fait un petit corn. لا لا احنا ما نشروش هذا الجاتو ايميلي لا سا سي با بور نو سا لا رغارد نو وتحيا جميع الناس اللي يتبعونا في تيك توك. وهنا خاوتي بروفيتي نوري لكم الفرماج شحال يدير هنا بار اكزومبل فرماج مونتال رابي يدير 2.09 وعندك ثاني البارميزون يدير 2 يورو بارميزو غالي شويه. واش ثاني خاوتي يعني هنا في فرنسا يعني هناك بزاف من المنتوجات بارابور كان كومباري بار اكزومبل المنتوجات تاعنا في البلاد بصح اون جينيرال الفرماج هنا في فرنسا رخص. بار اكزومبل كامونبير بريزيدون يدير 4.69 وعندك الاخر يدير 2.99 يعني خوتي سا ديبون لا كاليتي تاع الفرماج. والزيت النباتي خوتي في فرنسا دوبوي لا كريز تاع لا روسي زادوا في لي بري بار اكزومبل هذا يدير 3.85 هذا يدير 5.99 3.99 بصح انا خوتي شخصيا يعني ما عندناش في الدار زيت نباتي نكونسومي غير زيت الزيتون. الشيء المضحك يعني خوتي هنا تلقاو زيت الزيتون 5.79 رخص على الزيت زيت السانغو زيت النباتي 5.99. ثالث حاجة نشري يا خوتي هو الروز. ايميلي tu veux qu'on achète quoi le riz 3 riz ou bien riz basmatic 3 riz داكور. هذا خوتي الروز يعني عنده مخلط كاين الروز الابيض الروز الاحمر والروز السوفاج ويدير 3.85 اما الري باسماتيك يدير 3.90 وهذا في الجزائر على بالي غالي شويه. تشارش كو ايميلي
ton amour. Ouais, il y a le mahboula. Le temps. Ah, ouais, du temps. C'est combien le temps? Les 3 bahts. Les 3 boîtes. C'est 3,19, il y a une promotion. Ah ouais. ما الحاجة الأخرى اللي حبيت نوري لكم خاوتي هو ثمن سميد. سميد هنا في فرنسا 500 غرام يدير 1.75 €. أما الكسكس يعني صديقون لي مارك خاوتي، بار اكزومبل هذا الكسكس يدير 3.29 و الآخر يدير 3.45، يعني صديقون لا مارك تاع الكسكس. Il nous manque quoi Emily؟ Qu'est-ce que tu veux؟ Du pain. Du pain؟ Tu veux qu'on achète du pain؟ ايا خاوتي راح نشريو الخبز. خاوتي رانا في الريون تاع البا وكاع لي غاتو. عندك هذا الخبز خاوتي بلي سيريال يدير 1.20 €، وعندك هذا يدير 1.12 €، وهذا 1.15 €. يعني الخبز هنا في فرنسا لا باغيت، يعني اون جينيرال ان باغيت خبزه وحده تكون 1 € هكاك. Là, notre panier total, il est à 10 euros maintenant, mais on va quand même vous montrer le prix de quelques autres produits. Tunisienne. هنا عندكم التمر، عندكم التمر تاع تونس يدير 1.79 €. نو هادي تاع تونس، وهادي قالوا لك حبوب تمر دقلة النور. هادي دقلة النور تاعنا تاع الجزائر. هادي تاعنا خوتي، هادي نورمالمون يكون شويه غالي. دات دو تونيزي ما كانش لي بري، ما على باليش. مليون كويسي. Alors là on a les gnocchi. Les gnocchi. Les gnocchi. C'est quoi des gnocchi? Les gnocchi. C'est des patates. Ah. Des patates. Patata. Alors là on est au rayon poisson. Poisson c'est quand même assez cher en France. Par exemple, le poulpe il est à 11 €. Les brochettes 15 €. Les crevettes c'est 7 €. Et le saumon 17 € celui-là il est cher hein. C'est pas aussi cher normalement. Ouais. Et là t'as quoi là? Là c'est des moules. Ah des moules. 3,79 €. هنا خاوتي رانا في الريون تاع الشوكولاتة، والحاجة الجيدة هنا في فرنسا الشوكولاتة رخصة. بار اكزومبل هادي دير 3.25 €، هادي دير 1.55 €، 1.85 €، هادي دير 1.60 €. موسلين يعني بارابور البلاد هنا الشوكولاتة رخصة. سام نو ريو Emily, واش عندنا؟ Alors pour les œufs en France, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les poules qui sont élevées toutes ensemble, toutes concentrées. Les poules élevées au sol pour un peu plus d'espace et les poules élevées en plein air. On va dire qu'il vaut mieux prendre les poules élevées en plein air parce qu'il va beaucoup moins y avoir d'OGM, etc. dans ce que l'œuf pourra transmettre à l'homme. C'est-à-dire que c'est bon pour la santé, qu'il y a des œufs effectivement qui ne sont pas chers, par exemple ceux-ci, mais ça c'est les poules qui sont concentrées toutes ensemble. واخا خالتي كما قلت لكم ايميلي، بار اكزومبل هادو يديروا غاليين شويه 2.55 € ستة حبات تاع بيض، بصح كانت كومباري بهادي بار اكزومبل 30 بيضه ب 5.99 €، بصح هادي خاوتي ماشي مليحه لا سونتي. اما اللحوم خاوتي هنا ما لقيناش لحوم حلال، بصح اون جينيرال اللحوم هنا ديما يكونوا رخصين في السوبر مارشي. بصح انا شخصيا خاوتي نشري عند البوشي باسكو البوشي يعني يكون صحي بارابور هاد السوبر مارشي. C'est l'heure de l'instant de vérité. دونك خاوتي التوتال هو 2.11 €. حينا يعني بعض الاشياء باش زعما باش يعني توافق السوجي تاعنا في هذه الفيديو. دونك شريت خاوتي البيض، شريت الياغورت، شريت الروز، وشريت كلام ديسير، والتوتال خاوتي ب 2 €. هذا ما كان. اه tu sors pas. Quoi? Merci. De rien. Au revoir. On est libre. Voilà خاوتي رانا وصلنا لنهاية الفيديو.
واذا عجبكم الفيديو خوتي ديروا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واذا هذه الفيديو خوتي لحقت الالف لايك نروحوا لباري وندير لكم فلوق في اغلى سوبيرات في فرنسا. هيا خوتي نلتقي في فيديو جديد، مع السلامه. شريف on a une question. واش c'est quoi la question? Pourquoi on n'a pas pris le gâteau licorne? Eh ما كانش الفلوس يا ايميلي، ما كانش الفلوس. A few moments later. On a trouvé mon frère. C'est Emily. Coucou. C'est le frère de Emily. Beau gosse. Eh, salut beau gosse. Aya bina ya Emily.